شكرا. طبعا احنا الصراحه تعودنا نلعب في الجو ده، يعني مش عارف بعد كده هنعمل ايه بعد البطوله. لا حاجه عظيمه جدا، معودنا ان هم واقفين في ظهرنا، عنصر اساسي وعنصر اول في تحقيق اي انجازات لفريق الطايره سيدات. البنات حتى بياخدوا دفعه قويه جدا، بيأدوا كل اللي عندهم. الحقيقه بتبقى يعني حاجه عظيمه جدا بالنسبه لينا ان جماهير النادي الاهلي واقفه ورانا، عندهم امل فينا، واحنا وجودهم هيحفزنا ان شاء الله باذن الله ان نحقق لهم كل الانتصارات الممكنه اللي نقدر نحققها سواء على المستوى العربي او الافريقي باذن الله. الحمد لله، هي الماتشات مع الفرق المصريه عموما ما بتبقاش مباراه سهله، لان احنا بنقابلهم كذا مره في السنه، يعتبر 5 مرات ولا حاجه، فاحنا حافظين بعض غير الفرق الثانيه. فعموما اي ماتش مصري بيبقى مش سهل خالص، بس الحمد لله احنا عرفنا يعني من تعليمات كابتن حمدي يسيطر على الموقف، وان احنا ما ياخدوش مننا اشواط وما يعلوش برده قوي الحمد لله. طبعا وجود الجماهير اهم حاجه في البطوله، بتحفزنا جدا، بيحسونا ان احنا لازم نكسب على اقل سكور مش بس مكسب عادي. فطبعا بنشكرهم جدا على مجهودهم وعلى تعبهم، ان هم محافظين على وجودهم كل يوم حوالينا، وان شاء الله نقدر نساعدهم ونكسب البطوله. الحمد لله، الحمد لله. احنا في الاول كنا بس مشدودين شويه، بعد كده اخذنا على الجيم. فرقه سبورتنج فرقه محترمه، الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب على كل حاجه وان احنا نفرض سيطرتنا في الجيم وكده، والحمد لله كسبنا 3-0، وان شاء الله اللي جاي كمان ان شاء الله. طبعا احنا بناخد كل ماتش بماتشه، بنركز دلوقتي وبنبتدي ندرس، حتى في التمرين بنحاول نركز على الخطه اللي هنقدر نلعب بيها قدام البحرين، وان شاء الله بعديها هنبتدي نركز ان شاء الله على الماتش اللي بعده وهكذا، يعني ان شاء الله لغايه ما نوصل لاخر خطوه ان شاء الله.